قال سبحانه وتعالى إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وحمدا على كل حمد كما يحب ربي ويرضى وأصلي وأسلم على المشير النذير إمامنا وقائدنا وهادينا ومصطفانا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنجتمع في هذه الليلة المباركة في هذه القاعة في هذه الكلية المباركة في هذه الجامعة المباركة في طيبة الطيبة المباركة نحن في طيبة طيب ها؟ ماذا نقول؟ إذا لم نطب بطيبة طيب به طابت الدنيا فأين نطيب؟ هذه الرسالة هي في تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتبر ثاني رسالة في هذا الكتاب وهو الدراية في تخريج حديث الهداية للحافظ العلم علم خاتمة الحفاظ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قام فضيلة الأستاذ الشيخ أعداء الطالب محمد حميد بتحقيق جزء منها وهو من أول باب وجوب الإحرام من كتاب الحج إلى أول باب الاستحقاق باب السلام دراسة وتحقيقا ونشرف في هذه الليلة المباركة بحضور أستاذين فاضلين لهما قدم صدق في خدمة العلم وطلبة العلم في السنة النبوية في المكتين هل يصح أن نقول المكتين؟ نعم يطلق إذا قيل المكتان أو المكتين يقصد بها المدينة ومكة أستاذنا الأستاذ غالب الحامضي هو من أساتذة جامعة أم القرى وأستاذنا عمر السفياني هو من أساتذة جامعة الجامعة الإسلامية بالمدينة فقد اجتمع لهذا الطالب وهو من أقاصي الدنيا وغربها أو شرقها ما أدري إذا نظرنا إلى الكرة لا نعلم الشرق من الغرب فاجتمع له أستاذين أستاذان فاضلان في تحكيم رسالته وإبداء الملحوظات عليها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نفيد منها من ملاحظتهما وأي أن يكون هو في موضع الاعتناء بهذه الملحوظات وأيضا كلنا في هذه الرسالة الطالب والشيخ أقول وليس أنتم فتستفيدون أكثر في محل اعتناء بما يبدياه من ملحوظات أسأل الله لهما التوفيق والسداد فقد تجشم قراءة هذه الرسالة في وقت تعترك فيه الأقران في الكليات فهو أوقات امتحانات وأوقات تقدير درجات وأوقات وأوقات كله الأساتذة كما يقولون في اللغة العامية يربطوا الأحزمة أو رابطون الأحزمة في هذا فهما قد تجشما قراءة هذه الرسالة وأتعبا نفسهما في هذا الوقت المتلاطم المزدحم فجزاهم الله خيرا وأثابهما على هذه المشقة كل خير الجزاء إن شاء الله والآن أترك للطالب أن يقدم رسالته بكلمة موجزة فليبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن علم الحديث الشريف من أجل العلوم قدرا وأعظمها شأنا لذا بني بالعلماء في كل عصر عناية تامة وكانت المدونات المسندة على اختلاف تصنيفها من الصياغ والصنم والمسانيد والمعاجم وغيرها ثم ظهر بعد ذلك بعض المصنفات غير المسندة سواء في الحديد أو غيره من فنون العلم ككتب الفروع الفقهية ونحوها فكانت في حاجة إلى تخريج أحاديثها وبيان درجتها ونحو ذلك ومن تلك الكتب كتاب الهداية للفلم الغناني رحمه الله فقد احتوى على جملة من الأحاديث والآثار التي استدل بها في الكتاب وبنى عليه كثير من المسائل الفقهية وتميز الكتاب بحسن التنسيق وجمع المادة الفقهية للمذهب الحنفي وانتشاره في كثير من بلاد المسلمين وشروعه بين الناس فقد كان في حاجة إلى من يخرج أحاديثه ويبين صحيحها من ضعيفها فانبرى لذلك الحافظ الزيلعي رحمه الله
فخرج وبين تلك الأحاديث والآثار في وبين تلك الأحاديث والآثار في كتاب سماه النصب والراية. وبذلك قد قدم الزيلعي خدمة كبيرة للكتاب، بل قدم خدمة جليلة للسنة النبوية المطهرة وللمشتغلين بها من طلبة العلم والباحثين، لأن هذا الفن والتخريج من أهم علوم الحديث. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فاختصر كتاب الزيلعي ولخصه تلخيصا حسنا مبينا غير مخيل من مقاصد الأصل إلا ببعض ما قد يستغنى عنه، وسماه دراية في تخريج أحاديث الهداية. ولأهمية هذا الكتاب وحاجته إلى تحقيق وفق دراسة علمية، فقد أحببت أن أقدم فيه رسالة علمية لنيل درجة عالمية الماجستير في كلية الحديث الشريف قسم علوم الحديث بتحقيق جزء من كتاب ذلك من أول باب وجوب الإحرام أو وجوب الإحرام من كتاب الحج إلى أول باب استحقاق باب السلم من كتاب البيع دراسة وتحقيقا، وقد اشتمل على 60 نوحة. أهمية الموضوع وسبب اختياري له: أولا، أهمية فن التخريج عموما باعتباره تطبيقا عمليا لجميع أنواع الحديث. ثانيا، شيوع كتاب الهداية في بعض الأوساط الأهمية مع ما فيه من أحاديث ضعيفة مواهية. ثالثا، نفاسة مكانة كتاب الدراية في بابه، حيث حاول جهود الحافظ الزيلعي مضافا إليه جهود الحافظ ابن حجر. رابعا، كتاب الدراية تخريج مختصر سهل الفهم لكل مشتغل بالحديث ليحتاج إلى مزيد من العناية العلمية. خامسا، مكانة الحافظ ابن حجر الرفيعة في علم الحديث وخصوصا في فن التخريج. سادسا، الحافظ الدراسات السابقة، نشر الكتاب في طبعة قديمة بدار المعرفة بيروت عام 1384 للهجرة، عمل عليه السيد عبد الله هاشم اليماني، إلا أن هذه الطبعة لم تعن بخدمة علمية كبيرة، بل عليها عدة مؤاخذات منها وهي مذكورة في الخطة. حفاظا على الوقت أتجاوز الذكريات. قال: خطة البحث. وقد قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين. المقدمة تشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياري الدراسات السابقة، خطة البحث، منهج التحقيق. القسم الأول الدراسة في فصلين. الفصل الأول ترجمة موجز من حافظ بن حجر، وفيه 9 مباحث. المبحث الأول اسمه ونسبه، المبحث الثاني موجز، المبحث الثالث حياته العلمية والحالات، المبحث الرابع شيوخ، المبحث الخامس تلاميذه، المبحث السادس عقيدته ومذهبه، المبحث السابع منزلته العلمية وثناء العلماء عليه، المبحث الثامن مؤلفاته، المبحث التاسع وفاته. الفصل الثاني كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية، وفيه 8 مباحث. المبحث الأول اسم الكتاب، المبحث الثاني توثيق نسبة الكتاب إلى الحافظ بن حجر، المبحث الثالث موضوع الكتاب وأهميته في بابه، المبحث الرابع منهج الحافظ بن حجر من خلال القسم المحقق، المبحث الخامس مصادره في القسم المحقق، المبحث السادس منزلة الكتاب وإضافاته العلمية، المبحث السابع المقارنة بين كتاب تلخيص الحبيب ودراسة في القسم المحقق، المبحث الثامن وصف النسخ الخطية الكتابي ونماذج منها. القسم الثاني النص المحقق من حديث القران الرخصة في باب الإحرام إلى بداية استحقاق دار السلم من كتاب البيوع، ثبت المصادر والمراجع، الفهارس العلمية، وتشتمل على فهرس الآيات القرآنية الكريمة، فهرس الأحاديث، فهرس الآثار، فهرس الرواة المترجم لهم، فهرس الأعلام، فهرس أسماء الكتب الواردة في النص، فهرس الألفاظ الغريبة، فهرس الأماكن والبلدان، فهرس الموضوعات. المنهج في تحقيق الكتاب: نسخ القدر المراد تحقيقه من مخطوطة الأصل، ثم مقابلته على النسخة الأخرى مع الالتزام بعلامات التلقين وضبط ما يحتاج إلى ضبط. كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني مع بيان سورها وأرقامها. عزو الأحاديث والأفعال التي يذكر الحافظ إلى مصادرها بذكر الكتاب والبيان بالجزء وصفة ورقم الحديث. إذا كان الحديث في صحيحين واحدهما فيكتفى عند تخريجه بذكر صاحب الصحابي والإشارة إلى رواياته وألفاظه. إذا لم يكن الحديث في صحيحين واحدهما أجمع طرقه وأقوم في دراستها وبيان حكم الحديث وفق منهج المحدثين. إذا ذكر الحافظ لفظ الحديث من كتاب كصحيح البخاري فأعزوه إلى الموضع الذي فيه اللفظ الذي ذكره. أما إذا عزاه دون لفظ معين فإني أقوم بعزله للموضع المناسب من الكتاب، وذلك فيما لو تكرر الحديث في ذلك المصدر. ترتيب مخرج الحديث من غير أصحاب الكتب الستة على حسب وفياتهم، وترجم لرجال الإسناد على نحو تالي: إن كان من رجال التقريب اقتصمت في التعريف به على ما في التقريب إلا إذا كان مختلفا فيه، ولمعرفة حاله أثر في الحكم على الحديث فإني أذكر الخلاف فيه عند دراسة الإسناد وأراجع وفق قواعد جرح التعديل.
إذا لم يكن من رجال تطيبه ترجم له وهو ترجم له من كتب الرجال الأخرى بما يبين حاله. ضبط الكلمات المشكلة وشرح الألفاظ الغريبة، التعريف بالأماكن والبلدان الواردة في النص غير المشهورة، توثيق النصوص من مصادرها، التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. الشكر والتقدير. الحمد لله وبعد، إرفانا بالجميل لأهله وعملا بقوله تعالى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وانطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أقدم بمزيد من التقدير إلى مقام والدي العزيزين. فوالدي رحمه الله هو الذي دلني على تعلم اللغة العربية، ووالدة الغالية هي التي شجعتني على اقتناء الكتب النافعة المفيدة وعلى رحلتي في طلب العلم. كما أقدم بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية، حرسها الله ووفق حكامها بما فيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بكل خير عاجل وآجل، وأعانهم على مواصلة السير في خدمة الإسلام والمسلمين. كما أوجه الشكر للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، زاده الله شرفا ووفقه لمزيد من خدمة العلم النافع وأهله وطلابه وجميع القائمين عليها.